شنت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات جوية وبحرية ضد أهداف لجماعة الحوثي في اليمن. وأكد مسؤول أمريكي أن الضربات الجوية تمت بطائرات وسفن وغواصات، مشيرا أيضا إلى أنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحوثيين. من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن هذه الضربات تمثل ردا مباشرا على هجمات الحوثيين ضد السفن البحرية في البحر الأحمر. فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، أكد أن ما قامت به بلاده هي إجراءات محدودة وضرورية للدفاع عن النفس، تهدف أيضا لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين وحماية الشحن العالمي. بعد سلسلة هجمات على السفن في البحر الأحمر، جاء الرد من الولايات المتحدة وبريطانيا على الحوثيين في اليمن، ما ينذر بنفاد الصبر الغربي ويرسم سيناريوهات لتداعيات كثيرة. ضربات جوية وبحرية ضد مواقع تابعة للحوثيين باليمن استهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومنشئات تصنيع مسيرات ومخازن أسلحة وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي. الولايات المتحدة وبريطانيا وثمان دول أخرى أصدرت بيانا مشتركا أكدت خلاله أن الضربات تهدف إلى تعطيل وتقليل القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة في أهم الممرات المائية في العالم. جماعة الحوثي بالمقابل أعلنت مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في الضربات الجوية، مؤكدة أنها لن تمر دون رد ودون عقاب، مضيفة أنها لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله. وحول ردود الفعل، اتهمت موسكو لندن وواشنطن بتصعيد مدمر بعد الضربات على الحوثيين، وطالبت بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي بشأن أمن الملاحة بالبحر الأحمر. في بروكسل شرع الاتحاد الأوروبي رسميا في بحث مهمة إرسال أسطول بحري إلى البحر الأحمر لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين. تتصاعد التوترات في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية الجنوبية، سيناريوهات مرعبة لمستقبل البحر الأحمر وترقب عالمي لما ستؤول إليه الأوضاع هناك الساعات القادمة. إذن مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل حول الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف ومواقع الحوثيين في اليمن، ينضم إلينا عبر سكايب المراسل المعتمد في مجلس العموم البريطاني عادل درويش. فأهلا بك أستاذ عادل. بالنسبة لتطورات البحر الأحمر، برأيك ما الذي أفاض تحديدا كأس أمريكا ودفع لإعطائها الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات ضد الحوثي؟ تفضل. ده كان قرار من مجلس الأمن، كنت تعلمين هذا القرار كان فيه 3 فقط امتنعوا عن التصويت، والباقي بما فيهم روسيا والصين والبلدان الكبرى الأعضاء صوتوا بقرار لضمان حرية الملاحة وبالتحديد طبعا منع يعني الحوثيين أو منع التعرض للملاحة البحرية. طبعا حتى ربما من الجيل الأكبر سنا زي حالتنا من الكويت يذكر أثناء الحرب العراقية الإيرانية كانت مشكلة النقلات البترول ومشكلة اعتراض الملاحة اللي موجود من الجانبين المتحاربين في هذا الوقت، وبالتالي فهذا الأمر ليس بجديد. ففي إطار القانون الدولي، وامبارح كان في جلسة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ريشي سوناك استمع إلى آراء المحامين، وأيضا هناك محامين في القوات المسلحة، وذلك قبلت بريطانيا الاشتراكات تحت الأمريكية، وأربع طائرات تايفون طلعوا من قاعدة أكواتيري في جزيرة قبرص لاستهداف 4 أهداف، في حين أن الأمريكان استهدفوا تقريبا 56 هدفا آخر. أي أنها تمت في إطار القرار القانون الدولي. المتحدث لسه من مدة دقائق فقط تحدثت باسم رئيس الوزراء، سألتها في هذا الموضوع فقالت أن رئيس الوزراء يقول أنها ضربة محددة لإقصاء عدد الصواريخ التي تمتلكها قوات الحوثي في مناطق مختلفة حول اليمن وليس في منطقة واحدة. طبعا بيتمنى أن يرتدع الحوثيين وتستمر الملاحة دون اعتراض.
دعني أؤطر لك ما نراه في هذا السؤال. هل أؤطر هذه الضربات بالحقيقة وفي الواقع مصالح بحرية؟ أم هي صرف النظر عن الجرائم الصهيونية؟ ما رأيك بهذا الإطار؟ الملاحة البحرية هنا بتؤثر على كل بلدان المنطقة بما فيها حتى لو في تصدير صادرات واردات من الكويت نفسها تمر عبر الخليج الى قرمز البحر الهندي الى ممر باب المندب الى البحر الاحمر الى قناه السويس، فجميع بلدان العالم متاثره بهذه التجاره سواء من الشرق او من الغرب، ويمكن التاثير الاكبر على البلدان البحر الاحمر، مصر بالذات قناه السويس، المملكه السعوديه، البلدان العربيه التي تستخدم التصدير والاستيراد وحتى الصين، وذلك وجدنا ان الصين وروسيا لم يستخدموا حق الفيتو لمنع صدور قرار مجلس الامن. نعم أستاذ عادل، أنت تؤطره بما أنه كما ترى هي الملاحة البحرية، ولكن دعني أخبرك شيئا بأن جماعة الحوثي تتوعد بالرد، فما رأيك بهذا السيناريو وما هو المحتمل أيضا؟ هو طبعا الإشارات أو الرسائل الدبلوماسية التي تصل من وراء الأبواب المغلقة يبدو لي أن الاتصال قد انقطع مع عادل. شكرا لك عادل درويش، شكرا لك. في نفس السياق ولكن على الجانب الآخر والحديث أكثر حول الغارات الأمريكية البريطانية ضد أهداف الحوثيين في اليمن، ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل تلفزيون دولة الكويت زميل مروان نبيل. مروان، كيف يبدو المشهد اليمني الآن في ظل الضربات الأمريكية البريطانية؟ مرحبا. يبدو أن البحر الأحمر سيدخل مرحلة جديدة من التصعيد عقب استهداف عدد من المواقع العسكرية التابعة لجماعة الحوثيين، شملت قاعدة الديلمي شمال صنعاء ومعسكر كهلان في صعدة معقل جماعة الحوثيين، وكذا مطار تعز واللواء 22 ليكا في تعز ومحيط مطار الحديدة ومطار محافظة حجة، ضربات جوية مركزة فجر اليوم والذي يأتي بعد أيام من التحذيرات البريطانية الأمريكية المشتركة، وكذا مطالبة الحوثيين بالكف عن استهداف سفن الشاحن التجارية. استهداف القوات الأمريكية والبريطانية لمواقع الحوثيين في الحديدة وصنعاء بأكثر من 60 غارة جوية واستخدام ما يقارب من 100 صاروخ تركزت على مخازن للصواريخ والطائرات المسيرة بحسب ما أعلن عنه قائد القوات الجوية الأمريكية، يراه الحوثيون أنه بمثابة إعلان حرب ضدهم رغم محدودية الضربات والتي توعدوا بالرد عليها في القريب العاجل. الضربة العسكرية الأمريكية البريطانية جاءت لتوصل فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لن يتسامحوا مع الهجمات على الملاحة الدولية، وكذا محاولة استهداف القوات الأمريكية في البحر الأحمر. الحوثيون بدورهم أكدوا أنهم ردوا على هذا الهجوم خلال دقائق من الهجوم الأمريكي باستهداف بارجة أمريكية في البحر الأحمر. لم يتسنى لنا التأكد من صحة هذا الخبر. هذا التحرك العسكري في اعتقادي يعتبر نقطة تحول فيما يتعلق بالصراع امتدادا من غزة وحتى صنعاء، لأن ما قبل هذه العملية كان هناك ربما خطرا جزئيا يستهدف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة صوب الموانئ الإسرائيلية. اليوم الحوثيون يعلنون أن أمريكا وبريطانيا حرمتا نفسهما من المرور عبر مضيق باب المندب بأمان، بإشارة إلى أن سفن الدولتين سوف يتم الترصد لهما واستهدافهما. نعم، مراسل تلفزيون دولة الكويت زميل مروان نبيل، شكرا جزيلا لك.